غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. ألو ألو، سلام ونعمة. Yes. بتتكلم عربي؟ سبيك عربيك؟ أيوه. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا سعادة القنص الفاضل أنطونيو. مع حضرتك الأستاذ وسام عبد الله من نيويورك. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. سعادة القنص الفاضل أنطوني، يعني سعادتك علم من أعلام الكنيسة الأرثوذكسية في كاليفورنيا، ويعني الكتاب المقدس بيقول كونوا دائما مستعدين لأن تردوا على من يطلب منكم دليل ما أنتم عليه من رجاء. كان عندي سؤال لو تكرمت يعني حضرتك. السؤال هو يا فندم، من خلق من؟ هل يسوع خلق مريم أم مريم خلقت يسوع؟ لا طبعا يسوع خلق مريم، لكن هو كإله بلاهوته، ولكن تجسد منها بنسوته ولاهوته حل فيها، وعشان كذا بنقول بنفرق نسوته، لكن هو كان فيها وخد حسابها بس عشان يتجسد منها. لكن يسوع الإنسان تجسد من مريم، يسوع الإله هو اللي خلق مريم. طيب حضرتك، نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب يقول لقبت الأرثوذكسية السيدة العذراء بوالدة الإله إيمانا بأن المولود من أحشائها ليس مجرد إنسان بل الله المتجسد. أنا قلت لك أن لاهوته مش مالك ناسوك، يعني هو كانت إلهة بتتعب. طيب يعني زي دي كروس كبير فصلها. أيوة. تحت الحديث بالنار. قال لك أن الحديث تحت دي النار حتى واحدة، لكن الطرق دي على الحديث لكن لا يؤذي النار لأن النار كده. فلكن لاهوت النسوت كان اتحاده بهذا الشكل. طيب اتحاد الحديث. هل حضرتك الطبيعة اللاهوتية في الطبيعة الإنسانية، هل جسد يسوع مخلوق أو غير مخلوق؟ نعم. هل جسد يسوع الجسد مخلوق أو غير مخلوق؟ هل الجسد مخلوق او غير مخلوق؟ هل الجسد مخلوق بطبيعة عادية المسيح معاه فكدت معاه الخطية الاصلية، ولكن هذا الجسد لم يقع عليه الخطية الاصلية. خليك على ثانية. اتفضل حضرتك. ايوه يا سام. حضرتك هل الجسد يسوع مخلوق او غير مخلوق؟ لا طبعا جسد يسوع معاش مخلوق، هو اتحاد المسيح بجسده ولاهوته. ما نقدرش نقول خلق بطريقه عاديه لانه لو خلق في حد خلق، لكن هو بارادته تجسد منها حقتها جسد، عشان كده سر التجسد يعني حاجه سرائريه مش حاجه عاديه ومش حاجه زي اي حاجه ثانيه. ساعة تقوم الفاضل المحترم ارجو يكون عندك ساعة صدر. خليني بس اعلق على النقطه دي. ساعة تقوم انتوني، ساعتك بتقول جسد يسوع غير مخلوق، هذا الكلام غير صحيح وغير ارثوذكسي. القول ان جسد يسوع غير مخلوق هو قول غير ارثوذكسي، وهو هرطقه اريوس. تمام حضرتك، اللي انت بتقوله حضرتك غير صحيح. ماذا يقول القديس اثناسيوس؟ يقول ان الهراطقه يطلقون على جسد المسيح اوصافا مثل غير مخلوق وسمائي، واحيانا يقولون ان الجسد من ذات جوهر اللاهوت، ولكن كل ما قالوه ليس إلا سفسطة فارغة وأراء عاطلة. من أي مصدر أخذتم البشرة ألا تجعلكم تقولون إن الجسد غير مخلوق؟ اللي أنت بتقوله سعادة هذا كلام غير أرثوذكسي. القديس كيرلس الكبير يقول عن السيد المسيح هو واحد مع أبيه، جسد كل مخلوق بلا خطية. يقول أيضا من غير الممكن ان المخلوق تغيير المخلوقات الى طبيعه اللاهوت لان الجسد مخلوق. يقول القديس باسيليوس اسقف قيصريه يجب ان تقال هذه المعاني على المخلص اي ناسوته اي جسده فهو مخلوق. ويقول ايضا ولما راى الابن ان القضيه قد كثرت تنازل وسكن في العذراء مريم بمثال لا ينطق به ولا يبحث عنه، وصار فيها 9 اشهر واخذ منها هذا الجسد. فالجسد مخلوق، الكلام اللي حضرتك بتقوله كلام غير ارثوذكسي. طيب مين اللي خلق؟ خلينا بس بالراحه كده بالراحه، انت دلوقتي بتقول لي بس مين خلق هذا الجسد؟ السؤال لحضرتك بقى، كيف يكون الخالق مخلوق
وكيف يكون المخلوق خالص. ماشي خالص بمعنى. ايوه يا فندم. ولكن يا فندم طب كنا نقول كلمه خلق دي كلمه بس عشوائيه. هنا مش خلق بمعنى الخلق ولكن يا حضرة بمعنى التخليق، ان ربنا هو اللي عمل هذا الكلام وهو بيكتب هذا السيناريو. لكن مش معناها ان هو ان في حد تاني خلقه، لان في حد تاني خلقه يبقى هو انت بتكتب لحاجه تانيه. اي حاجه بعد ما اتصلت بيه ألو. ايوه حضرتك انت حضرتك معاك ممكن نتكلم بس وقت تاني لسبب حضرتك. لا انا ما عنديش اي مشكله بس انت بتعين كنيسه جديده يعني انا مع انا بس دقيقه واحده في اي وقت تاني يكون رايق هتكلم مع حضرتك يعني حضرتك بس دينا دقيقه واحده علق وبعدين بعد كده ما فيش مشكله. اولا ساعتك الى الان بتقول جسد يسوع غير مخلوق مع ان الاباء كلهم يقولون ان جسد المسيح مخلوق، والقول غير ان جسد المسيح غير مخلوق هذا قول غير ارثوذكسي. بالاضافه لذلك لو ترجع لكتاب حتميه التجسد الالهي الكاتب هو حلم القمص يعقوب عوض توما، وهو مدرس اللغات الاكريكيه والمعاهد الدينيه لماده النقد الكتابي ومدرس بالكليه الاكريكيه في دمنهور وفي شبين الكوم وفي اسكندريه ودير مريمينا والكليه الاكريكيه في شبرا الخيمه. ماذا يقول عند حضرتك في الباب 32 هل جسد السيد المسيح مخلوق؟ يقول ارجوك يا صديقي الا تسرع في الاجابه، تريث قليلا حتى ترى وتسمع راي الكنيسه والاباء والعقل ونسأل ما مخلوق هو ان له بداية وله نشأة، اي ان الشيء المخلوق وجد في زمان معين وقبل ان يوجد لم يكن له اي وجود، وكل شيء في الكون كله ينطبق على هذا الوصف، ولذلك فالكون كله وكل ما فيه مخلوق، حتى الملائكة الاطهار هم مخلوقين. السؤال السابق من غير المخلوق؟ غير المخلوق هو فقط هو الله الازل اللي كان قبل الدور. الان يقول هل جسد المسيح ازلي مثل اللاهوت؟ يقول كلا، جسد المسيح ليس ازليا لكنه وجد في لحظه معينه من الزمن، وهي لحظه بشاره رئيس الملك الجليل جبرائيل للسيده العذراء وقبول العذراء للبشاره وحلول الروح القدس عليه. قفل التليفون هكمل انا. وحلول الروح القدس عليه من هذه اللحظه بدا تكوين جسد المسيح، وقبل هذه اللحظه لم يكن هناك اي وجود لهذا الجسد المقدس، فهو لم يكن في السماء وعبر في احشاء البتول كما قال بعض الهراطقه، ولا قبل لحظه تكون بشهور ولا باسابيع ولا بايام ولا بدقائق ولا بثوان، لان هذا الجسد المقدس وجود، وما دام هذا الجسد قد وجد في لحظه معينه فهو ينطبق عليه انه وصف مخلوق. ويقول وايضا نقول ان جسد المسيح ان هذا الجسد ماخوذ من السيده العذراء، والعذراء مريم مخلوقه، فما اخذ منها اعني الجسد فهو مخلوق تاني. وايضا نقول ان هذا الجسد مخلوق ماخوذ من السيده العذراء والعذراء مريم مخلوقه، فما اخذ منها اي اعني الجسد فهو مخلوق. كان معانا لواء مباشره الان. الراجل بيقول لك غير مخلوق سبحان الله. القمص انتوني حنا، القمص انتوني حنا من مطرانيه امريكا الشماليه للاقباط الارثوذكس، كنيسه القديسه مريم والقديس مينا، كنيسه القديس مريم والقديس مينا، كونكورد كاليفورنيا، كونكورد كاليفورنيا. تم رسامته سنه 3/7/92، يخدم من 25 سنه. مع تحيات اخوانكم في غرفه الحوار الاسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوج. الحمد لله كبير كل تقدير. الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا جل قدرا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.